للحديث عن حصاد زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية، نشاط مكثف لسيادة الرئيس خلال زيارته إلى فرنسا، مشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا، كيف نجمل نتائج هذه الزيارة على المستويين الإقليمي والدولي؟ طبعا زيارة هامة في توقيت أيضا هام، العالم كله يعني بينظر يترقب للانتخابات القادمة في ليبيا. مصر عندما نتحدث عن ليبيا، مصر دائما تكون حاضرة ليس بس من ناحية أمننا القومي، ولكن أيضا من ناحية أن نتعامل مع القضية الليبية بتجرد شديد وبدون أي أغراض من جانبنا، ولكن هي مصلحة الشعب الليبي هي اللي تعلو على فوق كل شيء. ايضا العلاقات الثنائيه مع فرنسا اصبحت علاقات متميزه وبتغطي مجالات كثيره. ايضا اشتراك السيد الرئيس في احتفال بمرور 75 عام على انشاء منظمه اليونسكو كان ايضا مناسبه ممتازه بتؤكد على دعم مصر لكل ما هو قائم على فكره القوه الناعمه في الدول، وطبعا مصر تتميز في هذا الاطار بشكل كبير. فإذا احنا عندنا كانت زيارة صحيح كانت قصيرة في ناحية الزمن، ولكن كانت يعني عميقة من ناحية الإنجازات ومن ناحية مخاطبة الرأي العام في العالم بضرورة حشد كل الطاقات للوقوف وراء الأشقاء في ليبيا من أجل الوصول إلى حل سلمي يضمن لهم الاستقرار وتماسك الدولة الليبية. من واقع يعني متابعتك سعادة السفير للزيارات المتبادلة والعلاقات الوثيقة ما بين القاهرة وباريس، إلى أي مدى تسهم هذه الزيارة وهذه المشاركة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمهيد لمزيد من التقارب المصري الفرنسي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا؟ يعني طبعا هي العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات ذات طبع خاص، لأنها بتشمل جوانب كثيرة وأيضا مبنية على علاقات تاريخية قديمة، ولكن طبعا نمت هذه العلاقات بظل رئاسة السيد الرئيس يعني في خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه هذه العلاقات بتشهد أيضا يعني أفق واسع قادم، لأنه هناك حرص من الجانبين على تعزيز فكرة المصالح المتبادلة والمنفعة المتبادلة للدولتين للشعبين. وبالتالي انا بشوف ان في مجالات كثيره هيتم التطرق اليها في الفتره القادمه، واعتقد انه مجالات البحث العلمي والتعليم وغيرها من طبعا موضوعات النقل، اعتقد دي كلها موضوعات جديده، والطاقه كلها موضوعات جديده، ولكنها ستكون يعني لها فائده كبيره جدا على عمليه التنميه في مصر، ان مصر بتولي لها اهتمام كبير، وفي نفس الوقت هذه عمليه التنميه في مصر اعتقد ان هي نالت تقدير كبير جدا من كل دول العالم، وفي اعتراف بمدى الانجازات اللي مصر حققتها خلال الفتره الماضيه، وبالتالي شركاء مصر في التنميه عندهم حرص شديد نتيجه هذه المنطقيه ونتيجه احساسهم بجديه الجانب المصري او الدوله المصريه في تنفيذ المشاريع والانطلاق الى افاق جديده، كل ده بيشجع على ان هم يزيدوا من معدلات التعامل مع الدوله المصريه في الفتره القادمه. فيما يخص مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، إلى أي مدى تبنى البيان الختامي الرؤية المصرية الثابتة تجاه ليبيا؟ نحن نتحدث عن ملامح طالما تم التأكيد عليها في محافل دولية عديدة من قبل السيد الرئيس حول توجهات وثوابت السياسة المصرية تجاه ليبيا، الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والمؤسسات الليبية، إلى أي مدى تبنى البيان الختامي الرؤية المصرية تجاه ليبيا؟ يعني نقدر نقول انه منذ عام 20 واعلان القاهره، اعتقد ان كل المبادرات اللي اتت سواء كانت برلين واحد او برلين اثنين او غيرها من المبادرات الدوليه، اعتقد ان او الاقليميه، اعتقد انها كلها دارت حول المفهوم اللي انبثق عن اعلان القاهره في 20 سنه 20، واعتقد ان هي دي الرؤيه فعلا الصحيحه الواقعيه اللي بتتماشى مع الاوضاع على الارض، وايضا بتحقق اهداف الشعب الليبي في يعني طموحات قادمه انه يكون في عنده قدر من الاستقرار. لكن طبعا سيادتك تعلم جيدا انه في السياسه في دائما بعض المخاطر اللي بتحيط مثل هذه العمليات السياسيه، ويعني لازم نكون عندنا حرص شديد في التنفيذ، واعتقد ان المجتمع الدولي
كان عنده هذه المره، وده شيء ممتاز، قدر من الصرامه في التعامل مع كل من سيحاول ان هو يقف امام المسار الانتخابي القادم في ليبيا، وده امر كان مطلوب، لانه طبعا الفتره الماضيه لم يكن المجتمع الدولي حازما بالقدر اللازم. صحيح. وتراخى، ونتيجه يعني هذا الموقف طبعا زادت الامور سوءا، مما ادى ان مصر وضعت او رسمت الخط الاحمر، اللي هو ايضا كان اسهام كبير في وقف تصعيد الموقف وتطوره الى الأسوأ. وبالتالي انا اشوف ان مصر بتتحرك برصانه شديده جدا في هذا المجال، سواء من ناحيه يعني السياسه او من ناحيه فكره الردع لكل من تسول له نفسه طبعا الى يعني فرض عدم استقرار داخل الدوله الليبيه. وبالتالي هو ده المجتمع الدولي بيراه وبيريده، وبيعتقد ان هو ده فعلا الحل الامثل. وبالتالي المفاوضات مؤتمر باريس اعتقد ان هي كلها نابعة من المواقف المصريه خلال الفتره الماضيه. السفير محمد الغرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لك.